السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عجيجل لنقف على الأشغال تاع المستشفى واللي طارت الأشغال به هذه أكثر من يعني 10 سنوات في بلدية زيامة المنصورية. إذا نقف على حالة الأشغال هذه اللي على حسب ما نشاهد فيه يعني تقدم في هذه المشروع، لكن تقدم هذا يعتبر بطيء جدا. ماذا بنا أشغال هذه تنتهي، ولأنه الأهمية تاع المستشفى هذا ذات 120 سرير يعني أهمية قصوى، خاصة يعني بالنسبة للنقص نتاع الخدمات الصحية في هذه المنطقة. إذا خليكم تتابعوا الفيديو حول الحالة تقدم الأشغال تاع المستشفى تاع الطب الاستعجالي الجراحي اللي الآن تغير يعني الهدف نتاع المستشفى هذا، أصبح خاص بالطب الاستعجالي الجراحي. إذا وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. Thank you.